كرة إلى ماريو روي، الله كفارة، الله عرضية، الله أوسيمين، يا رب قضية أوسيمين خارج الملعب أغلقت، أما قضيته داخل لا يمكن إغلاقها أبدا، لا يمكن إغلاقها أبدا. أوسيمين قضية نابولي وقضية الموسم، قضية الموسم، هداف الموسم، 14 هدف، يحطم الآن رقمه السابق في الموسم الماضي فقط في دور واحد. الله على هجمة كان لازم تكمل، لازم تكمل، هي من البداية الأجمل. انظر إلى كفارة، شف، خذها خذها خذها، خلاص انتهى الأمر. يا لها من طلقة، يا لها من تصويبة، آخر من سجل في درب الشمس وأول. من أين ستأتي؟ أخبروني 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 أخبروني. من الشعراوي يأتي الخبر، سيخبرك الشعراوي بأن روما لم تسقط، سيخبرك الشعراوي بأن المباراة لم تحسم، سيخبرك الشعراوي بأنه ورقة مورينيو الرابحة، بأن الذئاب عادوا، بأن نابولي قد يخسر في الجنوب، بأن كرة القدم قابلة لكل شيء، بأن القمة في درب الشمس لم تنتهي بل بدأت الآن. أخبروني 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 يا ذئاب، افعلوها يا ذئاب. الله على عرضية، الله على المتابعة، المحاولة لم تنتهي. الله، مستحيل مستحيل، بطل الشتاء يبدأ قصة ربيع نابولي، يبدأ قصة ربيع نابولي. 18 ليس قميصا يرتديه، بل هدف يسجله ويحسم النقاط. الله يا سيميوني، بودانا وسبريتي يفعلونها، يخرج أوسيمين وتبقى أهداف نابولي، وتبقى أهداف نابولي. الله على الاستلام، على الكرة، استمع إلى صوت المدرب، سيميوني سيميوني سيميوني. الأرجنتيني يفعلها بعد نقلة، بعد تمريرة، بعد دوران. لا 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 لا، لما العبث؟ لن تمسك شيء، لماذا تموت؟